شركة ماكرو المصرية يا بنات لهنا عظمة من الآخر. كل البنات اللي بشرتهم دهنية أو مختلطة حساس تجمع هنا معايا في الفيديو ده، أقول لكم على لاين مصري خطير تستخدمه. اللاين الجديد بتاع شركة ماكرو اسمه لوتشنت، عن غسول وطول وجيل كريم لترطيب البشرة وعلاج الحبوب، حاجة اسمها السبوت تريتمنت. شايفين معايا بقى الفينشينج بتاع البرودكت وشكل المنتج ده، بصراحة في ليفل تاني خالص. المادة الفعالة بقى اسمها الباكاتشول، أخت الريتينول اللي بنات كتير نفسها تستخدمه، زي ما احنا عارفين مش مناسب لكل أنواع البشرة خاصة البشرات الحساسة. الباكاتشول بقى نفس أثر الريتينول بالظبط، قلل الإفراز الدهني، نشف الحبوب، بيجدد الخلايا، ولكن من غير الآثار الجانبية للريتينول. الباكاتشول تقدري تخرجي وانت حاطاه في الشمس، الريتينول لا. الفرد معانا وهو الغسول عباره عن فوم خفيف جدا، ماده الباكاتشول برده وفيه ساليسيليك اسيد عشان يقلل افراز الدهني ويعالج الحبوب ويقشر البشره. الفرد معانا وهو التون، التونر جاي في شكل فوم خفيف يساعدني في تضييق المسام، يضاف لي لبشرتي، يقلل افراز الدهون ويمنع تماما موضوع اللمعه الرخمه يعاني منها اصحاب البشره الدهنيه. كمان نقدر نستخدمه كمزيل للميك اب بقى لو انا بشرتي دهنيه او مختلطه ومعرضه للحبوب. هزود الخطوتين اللي هقول لك عليهم دول دلوقتي. اول حاجه معانا في اسمها الجل كريم، رطب البشره الدهنيه، كريم مرطب ومعالج للحبوب في نفس الوقت، اقدر ان انا استخدمه على الوجه كامل لو الحبوب عندي منتشره في كل وش. ده بالظبط عامل زي اشبو، زي ايفا كلار مات، عنده البديل المصري الحلو بتاعه. تاني فرد معانا في الخطوتين الزياده حاجه اسمها السبوت تريتمنت، في تركيز عالي قوي من الباكاتشول والسلسليك اسيد وعلى الحبايه بالظبط. طلعت لي كده حبايه رخمه فجاه، حته صغيره على الحبايه، واوعدك تاني يوم مش هتشوفي لها اي اثر نهائي.